طيب دلوقتي برضو معانا على التليفون معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه. دكتور اشرف، ازيك يا احمد؟ يا دكتور اشرف، الف مليون مبروك ليك الله ولكل يبارك فيك، الله المصريين. يخليك، الله يبارك فيك. قول لي يا دكتور اشرف، يعني احساسك ايه النهارده واحنا الحمد لله يعني متواجدين كده بالبطوله الثامنه افريقيا والسنه الثانيه على التوالي وكمان البطوله في ارضنا؟ احنا طبعا شيء مهم جدا ان احنا نشوف رد فعل سريع جدا، وتهنئه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد لمنتخب مصر كره اليد، واكيد يعني الانتصارات والفرح والحاله الرياضيه الكبيره اللي موجود فيها مصر الفتره دي، وان شاء الله في المستقبل دي بتسعدنا جميعا وتسعد الشباب المصري، واساسا الحمد لله. شباب مصر هو الموجود بيلعب، ويعني حاجة مشرفة جدا، فألف ألف مبروك الحمد منتخب لله. الهاندبول والمنتخبات كلها وأولادنا اللي بدأوا رحلة يعني البطولات والتتويج في كل لعبة مظبوط، الحمد لله. دكتور اشرف، تحت. دكتور اشرف يعني كلمني كده عن في بعض الحاجات يمكن اللي الواحد لازم يوضحها بشكل كبير جدا للناس، عن البنيه التحتيه للرياضه المصريه، عن الملاعب عندنا، عن الصالات الحمد لله اللي مجهزه دلوقتي على احسن يعني مستوى. وبنتكلم كمان برضو ان احنا اخذنا وقت قياسي جدا من بطوله العالم اللي تم تنظيمها في مصر هنا لحد النهارده. وكمان بنتكلم يعني على ما اعتقد من حوالي شهر كده احنا نظمنا اربع خمس بطولات مع بعض. يعني البنية التحتية برضو لازم نوضحها للناس ولينا بشكل اكبر. بص، احنا مصر تمتلك بنيه تحتيه دلوقتي قويه جدا، الحمد لله. قويه جدا في كل يعني المجالات والانشاءات، وحجم الاربع سنين دول في حجم يعني حاجات اتعملت ضخمة جدا، كبيره في الحقيقه، صح ضخمه في انا بتكلم في المجال الرياضي وحتى في المجال الشبابي، بس دي عشان بتكلم في مظبوط. الرياضه يعني. فلما نشوف صاله زي اللي احنا فيها النهارده، مجمع كبير مش صاله واحده بس، وزيه في برج العرب وزيه في العاصمه الاداريه، وتطوير مجمع اربع صالات صغيره، وده كله اتعمل في سنه قبل يعني بطوله العالم لكره اليد، وبعدين في فتره فيها كورونا والدنيا كانت قافله كلها، وبعدين تنظيم بطوله واصبحت موديلنج، ورئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه يقول احنا بنشكر الحكومه المصريه، وده هيخلينا نعمل يعني الاولمبيكس، ودي رساله يعني كانت منه مباشره يعني. إن شاء الله. ولما ننظم كاس الامم الافريقيه ونظمناها يعني اتسحبت من احد الدول ما قدرتش، واحنا في 5 شهور قدرنا كاس الامم الافريقيه تاني 2023، اتاجلت ل 2024 عشان برضو عدم الجاهزيه الناس يعني الحمد لله في يعني حجم تحدي كبير. احنا يعني بقى مصر عندها ثقه لكل المنظمات والمؤسسات الدوليه لما يكون في تنظيم بطولة. النهارده كان افتتاح بطولة العالم للسلاح، بطولة يعني كل الشكر للاتحاد المصري للسلاح والناس المنظمين، ان البطولة فيها يعني ارقام كبيرة جدا من اللاعبين، 105 مظبوط، دولة موجودة، 2000 لاعب، 3000 يعني فرد موجودين في اوتيلات ساكنين جنب الصالة ومجمع الصالات، يعني حاجة كبيرة. البطولة دي مبهرة اتعملت جدا. 1949، ودي تاني مرة تتعمل الحقيقة، يعني 1949 افتتاح الملك فاروق احنا يعني طبقناها، ويمكن كان الوفد الايطالي موجود وبيتكلم يعني بيقول احنا عندنا تحدي كبير هنستضيف بطولة العالم دي في 2023، واصبح الموضوع تحدي بعد ما شفنا تنظيم مصر. يعني الحمد لله حراك كبير جدا في الحمد البنية لله. الاساسية في تطوير ولادنا والفرق والمشروعات القومية اللي موجودة، ده كله حراك هي مش هيتأتى إلا بالفكر والدعم القيادة السياسية الدايم والفكر والشكل والتخطيط العلمي يعني. مظبوط جدا. دكتور أشرف، كلمني كده عن الحضور الجماهيري النهارده. أكيد يعني من خلال البطولة شفنا التواجد الجماهيري حركنا كلنا. يعني أنا عايز أقول لك حاجة يا أحمد، ممكن نتفائل إن شاء الله الفترة المقبلة نشوف بقى يعني في كل الألعاب وفي كل الصالات نلاقي عندنا تواجد جماهيري. وأخبار كرة القدم إيه في الموضوع ده؟ لا بص يا احمد، اتفضل. المنتخبات بيبقى ليها واقع، ومهما كان بتبقى خاصه الالعاب الجماعيه يعني، أكيد وكره اليد يمكن انا اقدر اقول ان هي لعبه شعبيه ثانيه بعد كره القدم يعني لانجاحها وانجازاتها مظبوط. وشكلها يعني. فالمنتخبات صفه خاصه كبيره لما في بطوله زي البطوله الافريقيه او
زي بطولة العالم اللي حصلت، كان في وازع كده وحاجة كبيرة جدا. فشفنا الجماهير سواء الصالة، يعني استاد القاهرة علشان في بطولة العالم، فالأربع صالات موجودين لأن ده برنامج يعني. وأدي مجمع حسن صالة مصطفى، الصالة اللي موجودة شغالة. فبالتالي شكل الجماهير كان حاجة جميلة، بالإضافة الناس اللي بتتفرج في التلفزيونات، بالإضافة للشارع النهارده. وكان في يعني من مباراه تونس لما الدنيا شدت شويه، الجماهير كمان يعني بقت اكثر ولعا ان هي عايزه تتفرج. وبعدين البطوله دي يعني مؤهله لبطوله العالم الحمد لله. في هولندا والسويد 2023. وان شاء الله قدرنا ان احنا كمان ناخد ثقه الاتحاد الافريقي بتنظيم 2024 كمان افريقيا، لان يعني خدنا بطولتين مع بعض، وده انجاز كبير تم اعلانه النهارده. علشان 2024 مؤهله للاولمبياد، والصعوبه ان بطوله افريقيا بياخدوا فرقه واحده فقط الاولمبياد. ان شاء الله يكون من فريق نصيبنا ان مصر شاء الله يعني يا رب هو اللي موجود يعني. يا رب. يا وشكرا دكتور جدا ابو حميد. شكرا يا دكتور نورتنا جدا، والف شكرا مليون شكرا مبروك ابو لحضرتك حميد. طبعا شكرا شكرا يا عم. والوزاره كلها، وكمان الاتحاد المصري لكره اليد وكل المصريين يعني.